تشويه الموقف على أننا ضد هذه العملية، نقول في أنه إذا أتاكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم جهالة. الله أكبر، اللهم قوي إيمانك. احنا مش موقفي أنا، هو موقف الاتحاد العام لتنظيم الشغل. احنا ثمنا فكرة تحفيظ القرآن وقلنا هي فكرة. الواد منصور ماله؟ ما بيجمعش. نجم تعاون على مقاومة الإرهاب، لكن قلنا لابد لها من تأمين أسس ومناهج وأدوات ووسائل ووسائط وزاد بشري لنجم يقوم بها. ولذلك رينا أنه أفضل مكان وأفضل إطار وأفضل مؤسسة نجم تقوم بعملية هذه هي وزارة التربية، على أن تكون وزارة شؤون دينية ربما تكون راعية، تكون مراقبة. الباقي كل